أهم واحدة أول واحدة ليكج، ولذلك هاي مش مشكلة بالنيوماتيك سيستمز بس مشكلة بالهيدروليك سيستمز. إذن هاي أول مشكلة. المشكلة الثانية إذا كان السيستم مش مصمم بشكل صحيح، مش محطوطة فيه السيفتيز، مش محطوطة فيه مثلا بريشر ريليف فالف، ممكن يصير عندنا بيرست. بيرستنج يعني بينفجر الأنبوب أو بينفجر الـ. ايش اخر شيء مين بتذكر؟ ماشي اوكي كويس. اذا variation in viscosity هاي احد الاشياء. اوكي رابع شيء ما بيقدر يوصل زي الكهرباء زي سلك الكهرباء. تمام اوكي كويس اوكي. compared to electrical restricted distances يعني ما بقدر انقل مسافات طويله. Restricted distance compared to electrical يعني قديش الأنبوب بدأ من الأنبوب، مش أكثر من 20-30 متر مثلا. أيوة تفضل. Noise تمام. Noise and vibration أو بشكل رئيسي النويز. Noise البامب رح تطلع noise، رح يكون في noise في الـ pipes.